السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من بلدة جبل المكبر وتحديدا من أمام منزل عائلة الصرخي. الاحتلال يجبر المقدسي قصي الصرخي على هدم منزله بيده مثل ما نشاهد في هذه الصورة المباشرة بعد أن قامت قوات الاحتلال بتسليمهم أمر هدم. تحدث عن منزل صغير يأوي عائلة صغيرة فعليا مكونة من زوج وزوجة وينتظرون مولودتهم الجديدة في الشهر القادم، ولكن الاحتلال أجبرهم على هدم هذا المنزل الذي كان يأوي هذه العائلة الصغيرة، وأيضا يعني لتأتي هذه الطفلة بلا مأوى بعد أن أجبرهم على هدم منزلهم في بلدة جبل المكبر. معنا هنا والدة قصي الصرخي أستاذة وفاء. يعني السلام عليكم، يعطيك العافية. بداية ربنا يعوض عليكم. يعني نشاهد عمليات الهدم مستمرة في بلدة جبل المكبر، واليوم أنتم تجبرون على هدم المنزل بأيديكم، أيديكم. تخبرينا عن تفاصيل هذا الهدم. إيه والله، أنا خطبت ابني قبل 3 سنين وجيت بدي أوسع له، لأنه أنا داري صغيرة، عندي تقريبا 10 في داري غير أولاد بناتي من غير شرط، فاضطريت إني أوسع لابني في داري. أعطيته إنه توسعنا هين، من ما أنا بنيت إجاني تبليغ إنه أنت مبنية بدون ترخيص ولازم تزيلي الهدم. إلي سنة ونص تقريبا أنا بحاول معهم في بين المحاكم عند المحاميين إنه نجمد الهدد. إجاني أكثر من مرة إنه في هدد، أطلع أنا من المحامي ونجمد الهدد. قبل شهر رمضان اتصلوا علي إنه في عندك محكمة في شارع صلاح الدين إنه لازم تراجعينا. رحت هناك لهم بيحكي إنه أنت عندك هدد وما فيش تجميد مرة ثانية، هذا قرار نهائي إنه لازم تهدي، وإذا ما هدتيش إحنا اللي بدنا نطلع نهد، وهذا بده يكلفك من 80 ل 100 ألف شيكل إذا مش أزود، هم اللي بيقرروا طبعا مش أنا. فاضطريت انه 14/5 هذا اخر قرار، فانا اضطريت انه لا، انا بهد ذاتي، لانه اذا وصلونا هان بدهم بيخلوش لا شجر ولا حجر ولا اي شيء، يعني شو شيء قدامهم بدهم يزحوا. هذا ما حصل معكم يوم الاربعاء ايضا، ليس الهدم الاول ايضا لكم. يعني تخبرينا عن التفاصيل ايضا هدم ما حصل يوم الاربعاء، حيث قامت قوات الاحتلال ايضا بهدم منزلين في بلده جبل مكبر بالاضافه الى بركسات بالقرب من منزلكم. تخبرينا عن التفاصيل ايضا. برضه اجوا عندي الاربعاء اللي فات، يوم الاربعاء اللي فات اجوا في بركسات للغنم، اجوا يوم العيد في 21 الشهر حطوا قرار اداري انه لازم ننزلهم. خففوا الاولاد من الزين كل اللي كان موجود عليه، انه خلص هينا هدينا. اجا يوم الثلاثاء كشف الصبح، اجا رجعوا علي المغربيات ما حكوش معي انه في هدد. تفاجات يوم الاربعاء الصبحيات على 8 انه في قوات باب داري في جرافه. ليش؟ انه لازم تخلي احنا هين هدد. كانوا فيهم غنم، في حمام، في دجاج، كله اخرجناه من هناك وبلشوا هدوا البركسات، هدوا الشيك وحفروا الارض، يعني حتى التراب حفروه قبل ما يمشوا. يعني حتى بركسات للاغنام لم يسلموا من بلديه الاحتلال، واليوم يستهدفون منزل الذي يقطن فيه ابنك وزوجته. يعني كيف وضع العائله اليوم؟ يعني وخاصه انتم يعني على ابواب فرحه بانتظار مولوده جديده. والله فرحتنا نغطيها علينا من وقت ابني جوا. يعني للاسف نعم، يعني نعلم انه مجبرين على قيامكم بهذا الهدم. ايضا اخبرتنا عن هذه الفرحه المنتظره التي نغصها اليوم عليكم الاحتلال. صحيح، نغصوا فرحتنا من يوم ما اتجوز طبعا، لانه انا جوزته يوم 2، يوم 3 اجوا علي بدهم يهدوها، طلعت جمدت. هلكيت انا منتظره حفيدتي برضه اجوا نغصوا علي كمان مره انه لازم تشيلي دارك، مش لازم تضل هيك. انا داري صغيره 100 متر مسطحه، اضطريت اني اطلعه عندي، هلكيت انا صار عندي ضغط فوق، ما فيش يعني في داري صار ضغط كبير مش شوي، بس الله بيعينه حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نعم، ايضا رسالتك اليوم يعني وخاصه الاحتلال يعني يسعى لتهجير المقدسيين من مدينه القدس، هل ينجح بهذه السياسه بسياسه الهدم من تهجيركم من مدينه القدس؟ ان شاء الله لا، لانه احنا مولودين هان، عايشين هان، بنتنفس هوا القدس، فمش رايحين انا نتركها ونطلع. والحمد لله رب العالمين، طول ما الروح موجوده واحنا موجودين هان، في حال بدنا نرحل بنرحل لتحت الارض مش بري البلاد، وان شاء الله انه بنضل هنا، ومش رايحين نعطي اسرائيل ولا نعطيها شو بدها هي انها ترحلنا ونعطيها اللي بدها اياه. نعم، شكرا.
يعطيك ألف عافية، يعطيك الصحة يا رب. يعني إذا شكرا تواجدك معنا في هذا البث المباشر والحديث عن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات مستمرة بحق أهالي مدينة القدس، وكان آخرهم اليوم بحق عائلة الصرخي منزل صغير، يعني حتى يعني هو بني من الصفائح الحديدية. أيضا قام الاحتلال باستهدافها وإجبار العائلة على هدم المنزل، وفي حال لم يقوموا بعملية الهدم ستأتي جرافات الاحتلال وتنفذ الهدم وتجبرهم أيضا على دفع تكاليف الهدم التي تتجاوز آلاف الشواكت، تحدث عن ما يقارب 100,000 شيكل بحسب عائلات تم إجبارها على دفع هذه المبالغ في مدينة القدس. وأشير أن استهداف أيضا بلدة جبل المكبر في الفترة الأخيرة تحديدا خلال هذا الأسبوع شهدنا أيضا لهدم منزلين ومحلات تجارية فقط في البلدة خلال أسبوع، وبشكل عام استهداف لمدينة القدس ومنع أيضا إعطاء التراخيص للمقدسيين، لذلك يجبر المقدسي توسيع منزله عندما تزداد أعداد الأسرة أو عندما تكبر الأسرة، يعني يجبرون على بناء منازل أو توسيع منازلهم، وبالتالي يقوم الاحتلال بإجبارهم على هدم هذه المنازل بأيديهم. إذا كنا معكم، يعني نعم، يعني أيضا يطالبون بإرسال صور لعملية الهدم حتى تأكدوا أن عملية الهدم قد نفذت. يعني إذا هذا ما نشاهده اليوم من سياسة الاحتلال في مدينة القدس، وفي محاولة لخلق غالبية يهودية مقابل أقلية عربية بتهجير المقدسيين من أراضيهم ومن منازلهم. إذا كنا معكم هنا من منزل عائلة الصرخي في بلدة جبل المكبر.